انا بقى عايزه اتكلم على موضوع تيس الاي سي اي الراوند دي بالذات، لانها بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله كانوا 17، واحنا دايما ما بنزودش عن 10 باي اني مينز، بس هما كانوا مدرسه مع بعض وكل واحد بيقول للتاني وكل واحد بيقول للتاني، فوصلنا 17 which was really really challenging. بس انا بجد مبسوطه بيهم جدا، لان انا اي كان سي الديفرنس، يعني انا حسيت قوي قوي بالفرق بين اول الكورس واخره، ما اعرفش هم حسوا ولا لا، بس انا حسيت. ف let's go for their opinion. I can't find any way to describe what I feel actually. It was an amazing experience. Thanks Dr. Aisha for everything. I already learned a lot from you. Everything was amazing. It was the first course that I have joined in my ever life, but I think it will not be the last one. Thanks for everything. Thank you so much. Thank you. احنا اتعلمنا حاجات كتير قوي في الكورس ده، واكتر حاجه بالنسبه لي الليسن بلان اكتر من حاجه للسبيكينج والريدنج والرايتنج كانوا بجد حاجه مهمه جدا، انبسطت جدا. ثانك يو دكتور عائشه. ثانك يو. I learned so much. It was mine too, my first course to ever take, and also definitely not the last. I learned a lot and I'm already starting to apply it in the classroom. بجد thank you so much Dr. Aish. هو حاجه من الحاجات اللي عجبتني قوي هم عملوها بصراحه مش انا خالص، ان هم كانوا لما بناخد حاجه كانوا بيصوروها جوه الكلاس، يعني they applied وكانوا بيصوروا practicum بتاعهم جوه الكلاس، ف it was really really nice for me. It was very successful. Thank you. Thank you so much دكتور عائشه، وانا بجد اتعلمت حاجات كتير قوي الكورس ده، و thank you so much. Thank you. انا برضو الكورس خلاني ارتب شويه حاجات الديفرنشيشن مع الفيجوال ثينكينج مع الليسن بلان، حاجات كلها ترتبت في مخي، ف thank you so much. Thank you. احب اشكرك جدا يا دكتور، بجد يعني ده اول كورس اخده في ماي تيشنج كارير، واكيد مش هيبقى اخر واحد ان شاء الله، وما كانش عندي اي فكره ايه اللي بيحصل في الكلاس روم. ثانك يو. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو.